السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده الروتين بتاعنا قوي جدا ومشجع. النهارده هنبدأ في روتين كده تجهيزات اللي هي الترويقات قبل العيد بقى، اللي هي التجهيزات تجهيزات الجامدة او ايه؟ العميقة. تجهيزات أول الايه؟ حاجة أنا طلعت هنا الأدراج بتاعة الغسالة، التلاجة، بدأت أغسل فيها اهيت. هنبدأ نغسل التلاجة كلها من أولها التلاجة، لآخرها وهننظفها. وهنشوف. طبعا دخلت هنا جبت سجاد، بقيت السجاد اللي عندنا. انا كنت غاسله سجاجيد قبل كده وكنت غاسلها معاكم، المره دي بقى لميت بقى السجاجيد اللي هي تقيله قوي، اللي هي بتاعت الريسبشن انا والاوضه حطيت الكبيره الصابون تاني جنبها، دي بقى، اللي هي الصابون الفايبر الكبيره دي. هنبدا بقى نغسلنا كده الحته اللي انا بسميها دي بقى غسلاها. طبعا نورهان شغاله معايا، وطبعا الغساله والبانيو زي ما بقول لكم، انا دايما اهم حاجه من عندي ماء. ان انا املى البانيو عشان اغسل الغساله السجاجيد كويس. طبعا الهدومه هي دي ملايات، انا كنت جايباها من تحت ومفارش، لان الغساله بتاعتهم تحت مش شغاله والصيانه كانت واقفه في ايام الاجازه، فجبناها بقى كده هنغسلها عندنا وبعد كده هننزلها. هنبدا بقى نغسل السجاجيد كلها النهارده مع بعض، ويا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم ما متنسوش تنسوش تعملوا تعملوا لايك اللايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل عشان لكم يوصل لكم كل كل جديد، كل جديد ما ننزل حاجة من بيت توصل لكم. العيلة الكبير. كده بقى يلا اتفضل. شجعوا قوموا لو عندكم سجاجيد. طبعا انا ما بحبش اودي عند كلين، لاني كنت فترة وديت لهم لقيتها ما بتجيش نظيفة وبتاع، فانا ليه؟ طب ما انا اغسل في مكاني احسن اهي. عشان العيد اهو. بصوا بقى، بعتها بعتها حلوة اوي، تلبيس وبتنضف معانا وبتبقى بسيطة وسهلة اهي بالشكل ده كده. وببدأ بقى احط ميه، المية معانا كده اهو. طبعا ميه بس حلوه يا جماعه، كمان ولما بتخلص دي كده اهي نعملها كده ونغسل بقى هنا، وبعد كده بوقفها وبفضل بقى احط عليها ميه. هاي كده اتغسلت وبنصفها كده، هنسيبها بقى في الصف. دخلنا على الغسالة كمان، قصدي التلاجة، عشان نبدأ نغسلها. طلعت طبعا كل الرفوف اللي فيها وهبدأ بقى انضفها كلها من اولها لاخرها، والرفوف اهي غسلتها اهو زي ما انتوا شايفين كده. خلصت كده الرفوف اهو بقى، غسلتها كده كويس، شايفين؟ بصوا بقى النظافة والجمال. دعكتها كده بالمية اللي فيها خل، والاول رشيتها بكلور، الاول رشيت لها كلور وبعد كده دعكتها اهوت بالسلكه. هبدا بقى انشفها، هنبدا بقى نرجع الرفوف بتاعتنا. بصوا بقى جمالها لما نطفت، شايفين اهو؟ بصوا بقى ببدا احط كل الرفوف مكانها اهي، شايفين بقى الجمال؟ ايه رايكم؟ رجعت جديده ونظيفه وزي الفل. هبدا بقى احط لها الفيشه بتاعتها، بصوا بقى من بره خرافه. دلوقتي بقى احط الحاجه على نظافه، هجيب بقى الفيشة او طالما طبعا غسلتها لازم احركها كده، ومسحت تحتيها كويس. بصوا مسحت الارض دي كلها كده بالمساحة اهي، عشان خاطر يفضل بقى لما ارجعها يبقى تحتيها نضيف، ما يبقاش تحتيها اي حاجة. طبعا عشان حركت التلاجة مش هينفع اشغلها دلوقتي خالص، هسيبها بقى شوية كده اهوت، وبعد كده اروح حاطه الفيشة. وتعالوا كمان، الجو يا جماعة حر خالص، ربنا يرحمنا. هنعمل لهم، الولاد قاعدين عايزين ايس كريم. المهم هجهز الحاجات اهي بتاعت الايس كريم. انا جايبة هنا اكياس اللي هي دريم ديت، هنعملها بالشوكولاتة والفانيليا، وجايبة السكر وكريم شانتي. وبصوا العلب دي يا جماعة خرافة، العلب دي حلوة قوي اللي عاملين الايس كريم. وجايبه لبن هنا، هبدا اجهز بقى هنا اهوت حاجات الايس كريم واعملها. بصوا بقى السجاده دي كده انا هلمها عشان اروح احطها برضو في الغساله. قبل ما اغسلها بنفضها طبعا تنظيفه حلوه قوي، وبالمكنسه وبنزل بقى نضيف فيها. دي بقى بتخلي لك السجاده تبقى نظيفه جدا اهي.
بقى بصوا المكان هنا عمل ازاي. خدتهم طبعا وديتهم على عند الغسالة الهدوم، والسجادة حطيتها بقى عملتها عشان طبعا فضيت البانيو عمال اغسل في ال شايفين كده السجادة، كل الجزء دوت اللي هو الناحية دي ده اللي انا كده غسلته، الحتة اللي انا بغسلها بروح تانيها. طبعا السجادة دي يا جماعة بتاخد مجهود جامد اوي. لميت بقى كام ستارة كده وحطيتها في الغسالة هنا برضه عشان تتغسل جنب كده، وانا مشغلة اللي هي الستارة دي اللي كانت على الشباك دي، ده لميتها كده وحطيتها بقى عشان تتغسل في الغسالة، واديني بقى عمالة اكمل بقى غسيل بقية السجادة. هناخد بقى السجادة ديت كمان عشان نغسلها، بس قبل ما نشيلها لازم نعملها بالمكنسة الأول. نضفتها كويس قوي بقى بالمكنسة، هبدأ ألمها وانفضها مرة تاني وبعد كده احطها تتغسل. ادي السجادة بعد ما نضفناها، بصوا اهي. بتعمل ايه يا يوسف؟ بتعمل ايه؟ اهي بصوا بقى دعكناها دعكة الله ينور. خلاص كده هحط لها بقى مية تاني. شفتوا انا اهم حاجة بتنجدني بصراحة البانيو لما بملا مية وبقعد انزل مية على السجادة بتنضف. بصوا بتبرق ازاي؟ اهو بصوا بقى كده وقفتها، شايفين بالشكل ده كده عشان تبدا بقى هتتصفى وكده. فاضل لي بقى السجادتين اللي هم دول دي وفي واحده تانيه بره اهو. سيبناها بقى هنا كده تتصفى، هاخدها بقى عشان اروح انشرها. والسجاده التانيه اهي بنغسل فيها. اوعي النهان، يلا اغسلي كده وريني. والتانيه ادينا بنغسلها كده، فاضل لنا دي واحده زيها بقى بالظبط برضه هندعكها دلوقتي، هناخدها من اوضه احنا. بصوا بقى نبدا نحط لبسه تاني، بس الحته اللي بنخلصها بنتنيها. اهو كده غسلناهم بقى، هاخدهم عشان اوديهم الناحيه التانيه عشان اسيبهم بقى يتنشروا. بدانا بقى نلم الستاير، شايفين بقى انا شلت البتاعه كلها من الحلقه، شايفين اهي. طبعا ببدا احط لها بقى ميه واريال وادعكها بقى كويس بالفرشه، واللي هي الستائر اللي بتبقى من تحت حطيتها في الغساله اهو. شايفين طبعا كل تراب وكل حاجه متعلقه في الستاره بتنزل مع الميه والاريال، وديت الجزء اللي هو بيبقى نازل من تحت دوت بقى مليناه في ميه هنا وعماله ادعك بقى فيه اهو. شايفين بقى اتغسلت غسله حلوه قوي، هسيبها بقى تتصفى وبعد كده اخدها على الشمس. شايفين الابلكانه الثانيه، طبعا عماله افتكر اسمها ايه دي، الابلكانه اللي هي بتبقى مترتبه في الحيطه اصلا. غسلتها بقى وسبتها هنا تتصفى شويه، وبعد كده الثانيه طلعتها خلاص نشرتها بره وبملى البانيو، ولسه الملايه ولسه الستائر في على في الغساله. بصوا بقى دي الابلكانه الثانيه اللي في اوضه احمد. بصوا بطلعها هنا وبخليها كده اهو، وبفضل بقى انزل عليها ميه ورشيت عليها اريال، ولميت برده الستائر الثانيه. بصوا الستائر الثانيه اللي هي الخفيفه والتقيله بحطهم كده مع بعض، دول ستارتين. وهبدا اجيب ميه هنا عشان بصوا بقى بغسلها ازاي. دي احلى طريقه، يعني الابلكانه تشيليها من الحيطه وبخرطوم الميه. بصوا اهي شايفين بتنضف قوي بقى. بصوا تقعدي تحطي فيها ميه بقى كده وتحطي وترشي بقى، اول ما تحطي الميه ورحت حاطه الاريال هنا حتى فوقيها، بص لحد ما الميه تنزل نظيفه. بصوا ما تكون صافيه يعني اهو، بفضل بقى بالشكل ده كده، وبعد كده اسيبها تتصفى خالص واخدها بقى فيها تراب انشرها الجنب التاني. بصوا بالطريقه دي والله يا جماعه بصوا بتنضف وبتبقى زي الفل.
المايه غسل حلو لان الابلكانات دي صعبه طبعا، وهي في الحيطه ان انت هتحطي عليها ميه وشغلانه او تسيبيها كده من غير ما تغسليها، هيبان عليها مع الوقت هيبان عليها الوسخ جامد. فدي طريقه سهله، هي بتحطيها وبفضل بقى احط عليها ميه وبعد كده اسحبها بقى الناحيه الثانيه اروح اوديها في الشمس لحد ما تنشف. بصوا يا جماعه احنا اهو بنغسل الكراسي دي، شايفين الكراسي دي الكراسي بتاعت الكونسوله. بصوا بقى شكلها كده اهي، هنحط عليها ميه وبعد كده بندعكها بالشكل ده ونحط عليها ستريس ده. اللي هو ده وعينا احنا ده بتاع المفروشات، بس بالراحه ميه مش كتير يا نورهان. ماشي احنا هنسيبه بقى. انا هعمله لك يا ماما، لا ميه كتير، لا ما بنحتاجلوش ميه كتير. خلاص خلاص، وبعد كده هنوديه في الشمس ينشف. طبعا نورهان بصوا عملت ايه، غسلت ده كله. بقى نطفو ازاي؟ بصوا ما شاء الله بقى نضاف خالص، هاخدهم بقى عشان اشمسه.